السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليقات كتير جدا امبارح بعد فيديو للتشورتس او بديل لبلح الشام لما عملته بالدقيق، طلبتوا مني بالشوفان، وزي ما اكون كنت بقرا افكاركم انا كنت فعلا مسجله الفيديو، ولكن انتوا دايما مستعجلين. تعالوا النهارده نشوف وصفه التشورتس الاسباني بالشوفان وكمان دايت محسوب السعرات الحراريه. هنحتاج لتلتين كوبايه من الميه. حابه اوضح يعني ايه تلتين، اهي التلتين يا جماعه اقل من التلات ارباع، يعني تقريبا 150 ملي. كمان هحتاج للشوفان اللي هو بيكون مطحون تماما، معلقتين كبار من الزبدة، ظرف اي نوع سكر دايت، انا بستعمل ستيفيا عشان ما فيهوش اي سعرات حرارية، بيضة واحدة، وهنحتاج رشة ملح، رشة فانيليا، وربع معلقة صغيرة من بيكنج باودر. ويلا على طول نروح نعمل الوصفة السهلة جدا. في اي حلة تكون استلس هحط تلتين كوباية من المية، مباشرة عليها هنحط ظرف ستيفيا او معلقة سكر، اي نوع سكر انت عايزاه، معلقة واحدة كبيرة، معلقتين كبار من الزبدة، وهنسيب الزبدة دي تسيح في المية، مش هنخليها تغلي. قبل ما تغلي هنشوف هنعمل ايه. مجهزين 10 معالق كبيرة من الشوفان المطحون، ولو عايزين فيديو ازاي نطحن الشوفان ونخليه كده عامل زي الدقيق بالظبط اكتبولي تحت في التعليقات. وكمان لو عايزين فيديو اقول لكم ازاي تحسبوا السعرات الحرارية لاي حاجة بطريقة مبسطة وسهلة جدا، يعني قبل ما تاكلي اي حاجة تحسبي السعرات الحرارية اكتبولي، وان شاء الله اجهز لكم فيديو كده سريع. دلوقتي انا حطيت 10 معالق كبيرة من الشوفان واقلب واقلب واقلب، كل ده على نار هادية جدا، شايفين كده؟ في الاول احس ان هي مكلكعة، وبعد كده بتنعم معايا بشكل ناعمة جدا كده. خلاص كده لمت العجينة وبقت ناعمة، خلاص كده. طبعا هي سخنة لسه، وهي سخنة نبتدي نحط عليها الفانيليا ورشة الملح وكمان ربع معلقة من البيكنج باودر ونقلب. طيب كده كل اللي ناقص عندنا هي البيضة، والبيضة لازم لما اجي احطها يكون الخليط برد شوية. في الوقت ده انا بجهز بقى سكر وقرفة وشوية فانيليا، وكمان بجهز صوص شوكولاتة كده عشان اللي حابب ياكلها كده او كده يكون موجود. هجهزه، ممكن احطه شوية في التلاجة، دي طبعا محضرة الطعام الجديدة اللي احنا عملنا مع بعض عليها ريفيو. هجيب اي صينية وادهنها زبدة كده بالفرشة، وقالب البلح الشام او القمع بتاع بلح الشام الكبير ده، اي قمع تقدري تشكليه. احنا عملنا امبارح اللي كانت بالدقيق، عملناهم ميني كده وصغيرين، دول بقى احسن ليهم اللي هم يبقوا كبار علشان بيكونوا احلى، يعني بالشوفان بتكون احلى. دلوقتي هي خلاص بردت، وهقلب البيضة كويس جدا. بصوا مجرد ما احط البيضة اقعد اضرب شوية علشان البيضة لازم تتجانس كويس جدا مع الشوفان. في ناس في الخطوة دي بيشغلوا المضرب، ولكن انا مش شايفة ان هي ليها لازمة. لو احنا ضربنا كويس خلاص كده هتطلع مفرغة من جوه وريحتها تبقى في منتهى الجمال. انا من وجهة نظري ان هي طلعت احلى من اللي كانت بالدقيق. كل واحد طبعا على حسب ما بيحب وعلى حسب النظام اللي هو ماشي عليه. انا طبعا دايما بشجع الاكل الصحي والحاجات الصحية، ولكن لو كل فترة كبيرة بتعملي حاجة تكون لايت مفيش اي مشكلة. هبتدي اشكلهم بالشكل اللي انا عايزاه والمقاس اللي انا عايزاه. اشغل الفرن على درجة حرارة 180 عشان لما اخلص يكون الفرن سخن شوية. اعمل برضو الشكل الحلزوني زي ما عملنا امبارح اللي هي بالدقيق، عملنا فيها الشكل الحلزوني ده وكان شكلها حلو جدا. بنحاول نعمل كل حاجة بطريقة صحية ولايت. اهو كده خلصت. هتخش الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد حوالي 20 دقيقة. هراقبها طبعا وهي في الفرن،
واول ما الاقيها كده خلاص احمرت من تحت، ممكن تحتاج شوية حاجة بسيط جدا يعني من فوق، تفتحي عليها كمان حوالي 3 او 4 دقايق شورس اسباني بالشوفان، افضل بديل لبلح الشام وبدون سيرب او اللي هو الشربات. الكمية كلها فيها 470 سعر حراري، هنحتاج لعشر معالق كبيرة من الشوفان الناعم، تلتين كوباية من المية، معلقتين كبار زبدة، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبيضة، رشة ملح، ورشة فانيليا. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.